اهلا بكم من جديد في التتمه ديال الدرس ديال تكتونيه الصفائح. اذا في الفيديو السابق هضرنا على لا نوسيون دو بلاك ليتوسفيريك اللي هما دوك المناطق النشيطه التي تحيط بها الزلازل والبراكين على شكل اشرطه مغلقه. في هذا الفيديو غادي نهضروا على انواع ديال لي بلاك ليتوسفيريك او الانواع ديال الصفائح. دونك لا سيرفاس دو لا تير اي سوبديفيزي اون بلاك ليتوسفيريك. السطح ديال الكره الارضيه مقسم الى عده صفائح كتسمى صفائح صخرية اللي قلنا هما دوك المناطق الهادئة التي تحيط بها الزلازل والبراكين من كل اتجاه. Il y en a deux types de plaques lithosphériques. Le premier type c'est les plaques océaniques. Le deuxième type c'est les plaques océano-continentales. Océanique يعني فيها فقط l'océan, le محيط. Océano-continental فيها l'océan, le محيط. En plus il y a un continent. باش نفهموا اكثر نشوفوا الخريطة ديال التوزيع ديال الصفائح الصخرية اللي هي نفسها الخريطة ديال توزيع الزلازل والبراكين. إذا في الصفيحة ديال توزيع ديال الصفائح في الخريطة عفوا ديال توزيع ديال الصفائح الصخرية غادي نشوفوا مجموعة من الصفائح الصخرية وغادي نحاولوا نصنفوها إلى أوسيانيك إي أوسيانو كونتيننتال. إذا الصفيحة الأولى مثلا هي الصفيحة الأفريقية لا بلاك أفريكان، لا بلاك سود أمريكان، لا بلاك أوغازياتيك، لا بلاك نور أمريكان، لا بلاك دونازكا، لا بلاك دو باسيفيك، لا بلاك إندو أستراليان، لا بلاك ارابيك ايتترا. على حساب كاين العلماء اللي كيقول 12، كاين اللي كيقول 13، كاين اللي كيقول اكثر، حيت ممكن ناخذوا جوج صفائح وحده صغيره وحده صغيره نجمعهم نقولوا هذه صفيحه وحده. كاين علماء كيقول باللي هذه بوحدها وهذه بوحدها، وكاين اللي كيقول هذه صفيحه وحده. المهم على الاقل كاينين 12 صفيحه صخريه رئيسيه. غادي نحاولوا نصنفوا هذه الصفائح الصخريه. مثلا شنو هما الصفائح التي تتكون فقط من محيط او لا اوسيون؟ اذا عندنا صفيحه نازكا في الغرب ديال امريكا الجنوبيه، ثم حداها كاينه صفيحه لو باسيفيك او صفيحه المحيط الهادي. ناخذ مثال اخر مثلا في الصفيحه اوسيانو كونتيننتال، صفيحه محيطيه قاريه. المثال الواضح مثلا افريقيا، الصفيحه الافريقيه تتكون من القاره الافريقيه اضافه الى جزء من المحيط الاطلسي. مثال اخر ان اوتر اكزومبل، الصفيحة الأمريكية الجنوبية فيها قارة أمريكا الجنوبية زائد جزء من المحيط الأطلسي. مثال آخر الصفيحة الهندو أستراليا، الهندو أستراليا، لوغازياتيك، الأورو آسيوية، أمريكا الشمالية إلى آخره. إذا هذا الشيء اللي كاين في الصفائح الصخرية. إذا السميات ديال الصفائح الصخرية خصهم يتعرفوا وخصكم تعرفوا الأنواع ديالها، حيت في الامتحان يقدر يطرح لك الأستاذ دوني موا أن إكزومبل دون بلاك أوسيانيك. دوني موا ان اكزومبل دو بلاك اوسيانو كونتيننتال، ولا غيقول لك مثلا دو كوا الي كونستيتي لا بلاك افريكان، الي كونستيتي دو كونتينون افريكان بلوس اون بارتي دو لوسيون اتلانتيك. المهم مازال غنديرو فيديو خاص بالتمارين باش نفهمو اكثر. دابا غادي نمرو لي ليميت، لي ليميت اونتخ لي بلاك. دونك باردون لي بلاك سون entouré une plaque, elle est entourée par des zones étroites. Elles sont entourées par des zones étroites. Des zones étroites, c'est une zone ضيقة, يعني على شكل خطوط. Des zones étroites qui sont à des zones à dire qui sont actifs. هاد لي زون هي مناطق نشيطة، يعني فيها زلازل، دي سيزم اي باردون ديك ان ا دي سيزم اي دي فولكون. هاد المناطق كاينين ثلاثة ديال الأنواع ديال لي ليميت. النوع الأول مثلا ما بين مثلا ما بين افريقيا وامريكا الجنوبيه كاين بيناتهم واحد النوع ديال التباعد. دونك اون فالي زابلي لي ليميت ديفيرجونت. تباعد. شوفوا النوع الثاني ديال الحدود ما بين صفيحتين سي لي ليميت كونفيرجونت. مثلا ما بين افريقيا واوروبا او الصفيحه الافريقيه والصفيحه الاورو اسيويه كاين واحد النوع ديال التقارب. مثلا بين صفيحه نازكا وصفيحه
امريكا الجنوبيه كان واحد النوع ديال التقارب لي ليميت ديفيرجونت. النوع الثالث ديال الحدود بين الصفائح هي لي ليميت ترانسفورمونت. ترانسفورمونت يعني ما كاينش تباعد، ما كاينش تقارب، كاينه حركه ولكن حركه اللي هي متوازيه. غادي نشوفوا امثله من اذا هادشي اللي كان في هذا الفيديو. هذه نتلاقاو في الفيديو الموالي اللي غادي يكون حول حركيه الصفائح، كيفاش كنعبروا الحركيه ديال الصفائح وكيفاش كتتم هذه الحركيه سواء التباعد التقارب او المناطق اللي فيها لي فايت ترانسفورمونت. اذا الفيديو راه غتلقاوها هنا ونكملوا عليها. شكرا والى اللقاء.